زبالة في البيت هو عدم نظافة وإهمال وكياس وكوبايات ملهاش غير تفسير واحد، بيت فيه راجل ومفهوش ست. بس أكيد هيجي لحظة يقرر فيها الشاب النظافة، وهي لحظة الوصول لقمة الزبالة. مش خلصنا من السحور دي؟ يلا يا ابني عشان مش ضرب بره فم الشقة دي مش نظفوها. حاضر يا أبو خميس، جايلك يا حبيبي. حاضر، أنا رميت الزبالة أهو، هنزل أرميها تكون انت ضبطت الدنيا دي كلها عشان نيجي نسايع على طول. حاضر. الكسر بتاع اهلك ده تنساه هنا عشان الشقه شكلها مزبله. تعمل ايه؟ تعمل ما تفتح بسرعه كده. اعمل لك ايه يعني؟ الساعه 7 الصبح عايزين ننام. وانا شفت اي حاجه تعمل في ام الشقه. ادخل يا لاب، شكلك غبي وهتعمل. ادخل جوه وانا هنضف لك ام الشقه دي. ادخل. ماشي يا مستر بلانتيني، وريني شطارتك. وهيكون ترتيب الخطوات كالتالي: لم الزباله، اكنس الارض وشيل التراب، امسح الارض بالمي، بس خد بال هتعمل علامات اهي، العلامات اهي. اوف. ماشي، شكرا يا سيدي، فعلا البيت من غير ستات ما ينداش.